questa merda, giuro quando fra non mi piace. Io sono un negro terrorista, culo bianco, ladro, banda, muso già. Luke Rasta, Dan Dhaif, ambiance مميزة. يغني بالطليان يقول كلمات بالتونسي. عملناه واكتشفناه بويلي ويلي نجاح تأكد سنة بنين أنا اسمه غالي يعيش في ميلانو فنان افراد اسمه في إيطاليا واليوم حبينا نمشي له نحكيه معاه نفهمه أكثر. مرحبا بكم في عالم غالي. مشينا لميلانو ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان. ميلانو هي عاصمة الموضة والفن في أوروبا، بلد فالنتينو، غوتشي، فيرساتشي، برادا، أرماني، دولشي أند جابانا. لهنا قابلنا الفنان اللي طالع مليح في تونس اسمه غالي، عنده الجنسية التونسية والجنسية الإيطالية، 23 سنة، فنان معروف مليح لهنا ويخدم مع إدارة أعمال تشرف عليها مارتينا. غالي ومارتينا يخدموا بعضهم عندهم عام، فريق واحد، الأهداف متاعهم واضحة. Gali ha avuto un buon riscontro in Italia anche perché nel mondo del rap è l'unico che, beh, a parte le origini che ha, ma è l'unico che si approccia mantenendo comunque le sue origini e quindi un fan percepisce la sua voglia di trasmettere questa cosa. E come nel pezzo Willy Willy anche nel ritornello lui canta in arabo. غالي اليوم متفرغ للفن وللموسيقى في ميلانو، يعيش حياة بسيطة، ياخذ وسائل النقل العمومية من غير تكلف. إنسان يتذكر مليح البداية نتاعو. Ciao a tutti, اسمي غالي. تولدت في الطليان في إيطاليا، أمي وبابا توانسة. وبديت الرابي عمري 11 سنة. فقت بروحي نجم ونعرف الرابي. وقت اللي سمعت اول مره غنيه راب بالطليان دونك قلت اوكي توا نجم زاد انا نسبريمي وعندي حكايات باش نحكيهم ونحب نحكيهم. وانا ديجا من الاول كنت نكتب ومسجل على بيت مش متاعي، معناتها من امريكا على اليوتيوب نلقاهم بيت زومب دوغ 50 سنت اي بي تي بوب نلقاه على الانترنت نكتب عليه ونسجل عليه. حتى لين بشويه بشويه عرفت ناس، عرفت بيت ميكر وناس يصنعوا لي البيت بالذمه لينا. حتى لين بشويه بشويه كبرت ارتستيكمون زاده ولقيت معناتها طريقي الساوند نتاعي الفلو وصنعت العالم نتاع غالي بشويه بشويه. غالي اليوم يسكن بعيد على أمه. أمه بوه توانسة، أمه بنت المرسى، تتذكر مليح البداية متاعه. نبدأ نسمع أنا في غنياتنا متاع تونس وشوية عندي مايكل جاكسون وليبي جيز والغنيات القدوم متاع 67 من عام 67 غنيات هذوكم القدوم. يسمع معايا يبدا متكي يسمع معايا يبدا في فمه البيبرون يسمع يختف لي ولا ساعه ساعه يختف لي بشي يحب يسمع الموسيقى. وليت بشوي بشوي ناخذ له كاساتات متاع مايكل جاكسون يتفرج في الفيديو كيفاش يشطح كيفاش يغني. تغرم بالكدي بالكدي ولا وصل عمره 7 سنين 8 سنين يخرج نسمع في الأولاد يقولوا يغني الراب غالي يخرج للجنينة نقول له أنا غالي كيفاش يعني تخلي القراية وتمشي تغني هكا مع الأولاد عندك دروس باش تحضرهم عندك. يقول لي ماما نحب الغناء وشوية شوية مانيش ما هو نقرا به أكلي باش يفرحني أما هو نحسه وأنا دخليني اللي يحب الحب الغنامي ولا نخمل في الدار ساعة ساعة نلقى ورقة مكتوبة نقرأ حاجات يكتبها كيفاش أمي تمشي تخدم وتجي أنا نطلب ربي ونقول الحمد لله لأمي روحت للدار
نبقاها راقده، تبدا تستنى فيا نبقاها راقده، نروح نحط يدي هكا على وجهها نشوفها تتنفس ولا لا. يعني نولي انا نحس بروحي كل شويه نبدا نبكي، وبعد نقولها يا مدام هو مغروم خلي واصل. عملي تليفون قال لي ماما فما مجله اسمها رونليستون تمشي تشريها ارا، وانا يعني تصوري فيها. خرجت من الخدمه مشيت نشري في نلقى نعرفش 8 اوراق، ما نقولكش يعني ما نقولكمش، مانيش عارفه كل وقت ذاك انا نفرح نبكي تكوانسيت بصراحة، ما عرفتش شنو نعمل، حسيت بحاجة أخرى، حسيت بحاجة اللي حاجة هكا هزتني الفوق، حاجة فرحتني برشا. من غدوة هزيت هالمجال للخدمة، الخدمة قعدوا بهتين، هي ولدي يسمعوا فيه، وولادي كل واحدة تقول لي ولدي يسمع فيه مغروم به، صرا هو ولدك، صرا هو ولدك، نقول لهم هي ولدي يعطيوني، واحدة تعطيني مريول يسحلها فيه، واحدة تعطيني ورقة باش يصح فيها، واحدة تعطيني احنا كما نقولوا احنا ساك متاع بنتها يعمل لها الفيرما، كل واحدة شنو تعطيني. حكيت غالي حكيت عائلة تونسية تفكت، لقى غالي روحه اجتماعيا في وضعية صعبة، الأمور المادية على قدها والبو غايب. كبرت مع أمي، كبرنا مع بعضنا، مش كيما أم وولدها، ما كيما زوز صحاب زوز خوات، وقسمنا كل شيء مع بعضنا وعملت كل شيء باش كبرتني، على خاطر بابا ما هوش موجود وما قعدش معانا، سيبنا تشد هو في الحبس وقتها، ومش كان على خاطر تشد في الحبس، هو عمره ما حضر ليانا، فهمت لصغري وما هوش موجود كيما بو صحابي اللي نقرا معاهم، وانا ماشي في بالي حاجه نورمال كي كنت صغير، مع التعب عليها الحكايه ما مني شكلي نحس فيها بالكدا، وكي كبرت بديت نفهم فيها الحكايه هذه، وفهمت شنو تنقص، خاطر حاجه ناقصه اوتوماتيكامنت ينقصولك حاجات اخرين، زاد تبدا ماكش حاضر في برشا حاجات في العالم، خاطر الواحد طفل باش يكبر باش يعيش في العالم هذا في السوسيتي هذه، حاجته باللي تعلم له امه وباللي يعلم له ابوه. وصلنا زاد في بريود خايبين برشا، وسلكناها من غيره، هو رقدنا في الشارع انا وامي، رقدنا في الستاسيون، رقدنا في الوتلة، رقدنا في الجرد، رقدنا عند ناس خايبين. ساكن ولا فومو توتا يولا باسو عديس عكسي سبارت شانس اليزي سميتشو كل ميو سواك فلو كستوميزي. غالي يقابل شخص عزيز عليه، نسيم، كان شاهد على مسيرة طفل صغير عاش طفولة صعيبة، القدر حطه في عائلة عرفت برشا صعوبات في الأول، لكن اليوم وسيم مازال واقف مع غالي يتبع فيه ويدعم فيه. يمثل لي برشا حوايج، خو صغير نحسب روحي ساعات بوه، خاطر معناها كل ما معاش برشا مع أبوها، كل الفيجورة ذيك متاع الأب معناها فقدها غالي، ربيته امرأة ما امرأة راجل، فهمتني، هو صبر وكان معناها فهم الموسيقى هي الحل الوحيد متاع حياته. ما جات بريود في الحياة متاع غالي انه حب يبطل الموسيقى، على خاطر معناها قارح وما طلعش. البريود ده هزيته يخدم انا غالي في اوتيل مسكين، معناها ب 20 يورو الليل، معناها من 7 متاع الليل ل 7 متاع الصباح 20 يورو حتى شيء. ورا غالي حكايه طويله، شكون الفنان هذا؟ منين جاء؟ وين يحب يوصل؟ شنو اللي صنع شخصيه استثنائيه في عالم الموسيقى لهنا؟